طابور طابور زي المدرسة، صف طابور انت يا يلا يلا ورع يلا ارجع ارجع ورا ارجع ارجع طابور زي المدرسة وصلح كل جوالاتكم اوكي. لفيت محلات جوالات الرياض كلها ما حصلت احد يصلح الجوالات الا انت. جوالك فيه مشكلة بالشاشة، مرنا بكرة وحسابك 500 ريال. الله يكثر من امثالك ويجمل حالك. مساك الله بالخير. مساء الخير مساء النور، اخلص لك زباين. البطارية ضعيفة على طول ما ادري ايش وضعها. ورني. البطارية ما لها علاقة. جوالك يبي له تغيير شاشة. استهبل انت، وش دخل الشاشة في البطارية؟ لا يا شيخ، تعال اشتغل هنا محلي. تبي تعلمنا شغلنا ولا وشو؟ عموما هذا نظامي، عاجبك عاجبك، مو بعاجبك راح اشوف لك محل ثاني. خذه. لا والله يا حبيبي خلي عندك، واللي تامر عليه ابشر بعزك، صلحه ولا لك الا اللي يرضيك. اوكي بصلحه، بس علشانك بثر وقعد تهايط حسابك 600 ريال. اعتبر وضعك منتهي. قصبا عليك. يا هلا والله يا عم يا هلا يا هلا والله يا هلا والله ومرحبا يلا تحيي تفضل 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 يا مرحبا ومسهلا والله. هذا ابو عامر وهذا عامر بصلح الجوالات يا شباب يلا تحييهم. شو امه ذا حي انا عامر مصالحه فقط الله يتذكر مصالحه فقط جوالك معك مصالحه فقط اعطى جوالك مصاب الله يعافيك مصاب اقلب جوالك اقلب جوالك وين جوالك؟ معي اعطني اياه. ترى زين ما فيه الا العافيه. وش فيه؟ وش بتسوي فيه؟ ايش بسوي فيه؟ ايه بكسر امه هنا. جوالك يا عمي كلف 500 ريال. ليش 500 ريال؟ ما يجي 50 يا ولدي. عم عاد 50 ريال لا ما يجي، بس علشانك رجال كبير ابشر بعزك بسوي لك ديسكاون ب 450. الا ب 60 يا ولدي واحمد ربك وبكره ان شاء الله وانا جاي اخذه. ايش نظام هذا؟ السلام عليكم. السلام هلا. ابي اصلح جوالي. طيب لا تنفخ. يمه هذه خدامه جارتنا ام فهد جابته. وهذا بعد. جزاها الله خير. هذا وشو؟ ما ادري.